السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم جميعا. في البداية أحب أذكر الجميع بأن موعد المحاضرات تم الإعلان عنه في منتدى المناقشة، تم أيضا إنشاء منتدى خاص للمناقشات، فأرجو من جميع الطلاب الدخول على المنتدى لطرح أي سؤال أو استفسار أو إيضاح لأي نقطة يعني تجدها مهمة متعلقة بالمنهج. التوقيت إن شاء الله راح يكون من الساعة 4 إلى 4:45 مساء يوم الأحد، كل أحد إن شاء الله. والمحاضرة الثانية ستكون عند الساعة 7 والنصف حتى 8:15 بمشيئة الله. فقط أتأكد الآن بخصوص المحاضرة الثانية، نعم هي من الساعة 6:30 حتى 7:15، إذا المحاضرة الثانية الساعة 6:30 حتى 7:15 مساء يوم الأحد أيضا. اليوم كان في إشكال أعتقد في البلاك بورد، لذلك يعني قمت بإنشاء المحاضرة الأولى في وقت متأخر ربع ساعة، أيضا بعد ربع ساعة كان في ما زال إشكال، فالآن يبدو لي الوقت 24 دقيقة. حاولت أكثر من مرة الدخول على البلاك بورد، الحمد لله الآن يبدو لي أنه لا إشكال فيه. طيب، قبل ما نبدأ المحاضرة إن شاء الله ستكون مسجلة، وسيتم تزويدكم بالرابط لكل محاضرة بإذن الله في المنتدى تحت عنوان المحاضرة الأولى ثم المحاضرة الثانية والثالثة وهكذا. أتمنى من الجميع يعني الحرص على مشاهدة هذه الحلقات المسجلة للاستفادة، وأيضا لمعرفة الأمور المهمة التي سنركز عليها في هذا الفصل. طيب، قبل ما نبدأ نحب يعني نذكر بشكل عام حول هذه المادة اللي نجل 141 والمخصصة لأغراض تجارية. سيكون المحتوى متنوع ما بين مفردات متعلقة بالأمور التجارية مثل فتح الحساب، مثل البنوك، مثل الأقسام التجارية وأسماء بعض المهن المتعلقة بالتجارة. أيضا بالإضافة إلى ذلك لن نعتمد فقط على كلمات ومفردات وتركيبات، لا، سنتطرق أيضا إلى بعض القواعد المهمة، وهي القواعد البسيطة أو الأزمنة في اللغة الإنجليزية. من أهمها اللي هو Simple Present Tense اللي هو المضارع البسيط، وال Present Continuous المضارع المستمر، وال Simple Past الماضي البسيط، وزمن المستقبل أوكي Future. فإن شاء الله في كل محاضرة سنركز على زمن مختلف من الأزمنة، نبدأها من الأسهل إلى الأكثر تقدما. لماذا يهمنا أن نعرف الأزمنة؟ من خلال الأزمنة نستطيع بناء جمل بسيطة تحاكي عن أشياء روتينية تحدث كل يوم، أو أشياء حدثت في الماضي، أو أشياء ستحدث مستقبلا. في كل زمن راح نركز على 3 أمور. الأمر الأول هو طريقة أو استخدام الزمن في أي وقت، لازم نعرف الزمن هذا نستخدمه للتعبير عن أي وقت. أوكي، نستخدم فيه الجمل المثبتة. كيف نستخدم جمل مثبتة؟ كيف مثبتة؟ يعني جمل نسميها affirmative sentences، يعني ما هي جمل منفية. عكسها أيضا إذا نركز أولا على الجمل المثبتة، كيف نصنع نسميها باللغة العربية الجمل الخبرية. أوكي، مثل أكل محمد التفاح. أوكي، ببساطة. بعد ذلك نركز في كل زمن أيضا على الجمل المنفية اللي هي negative sentences، how to negate sentences using the same tense. Let's say we're talking about the simple present tense, then we talk about the affirmative sentences, and then we move to the negative sentences, and finally أخيرا نتكلم أيضا الشيء الثالث اللي هو عن
how to make questions, okay? Question forming, how to make a question using the same tense. كيف نستخدم أو نسأل عن نفس الزمن اللي يعني نتحدث عنه. فإذا كنا نتحدث عن الزمن المضارع البسيط، نركز على ثلاثة أمور: جمل مثبتة ومنفية وكيفية صياغة الأسئلة. ففي هذه الأشياء لازم تعرفها في كل زمن نتحدث عنه، أوكي؟ لازم تركز على الأشياء الثانية. راح أستخدم إن شاء الله المنتدى بالاستفادة من بعض المواقع الموجودة، إني أضع لكم محتوى هذا الموقع في المنتدى. بإمكانكم رجوع المنتديات بالمواقع كثيرة طبعا، بإمكانكم الرجوع لها أي وقت، فضع رابط إن شاء الله. طيب دعونا نبدأ بداية. يبدو لي بحكم عدم وجود أي حضور ما راح يكون في تفاعل، فما راح أبدأ الآن بالكلمات، لأن الكلمات بإمكاني أسردها لكم وأضعها لكم في المنتدى، ومطلوب منكم معرفة معانيها واستخداماتها أيضا. طبعا مع الوقت راح نستخدمها في جمل، طبعا راح تكون جمل استخدامنا في إطار محدد ضمن الأزمنة اللي تحدثنا عنها. مثلا ما راح أعطيكم جمل مفردة مثلا احنا تحدثنا عنها وأعطيكم إياها في تركيب مثلا ما شرحناه، مثل الـ present perfect tense ولا present perfect continuous ولا من هذه الأزمنة. الشخص المهتم باللغة الإنجليزية أنصحه بشراء أي كتاب خاص بالجرامر، مثل كتاب grammar, English Grammar in Use. English Grammar in Use راح أكتبه الآن إن شاء الله، ومثله Essential Grammar. أوكي البداية English Grammar in Use. أيضا في كتاب اللي هو اسمه Interactive English Interactive Grammar. وفي أيضا من السلسلة المعروفة اللي Focus on Grammar. كل هذه الكتب قد تجدون لها مصادر موجودة على الإنترنت، أو تشترون الكتاب، وهذا شيء راجع لكم. طبعا احنا لا نطالبكم الآن بشراء كتاب لهذه المادة، بإمكانكم فقط الاعتماد على المحاضرات المسجلة بالإضافة إلى المنتديات، وسيكون إن شاء الله في النهاية إن شاء الله سيكون في تكليفات ذاتية للمراجعة. أتمنى الجميع يعني يحرص أنه يحضر، أو يعني يحاول أن يقوم بالإجابة عن هذه التكليفات، وسيتم التنبيه لها طبعا في كل الأحوال. نبدأ الآن يا إخوان بـ simple present، وسأضع لكم فقط الـ cover page أو صفحة البداية. Okay. يبدو أنها غير ظاهرة لسبب لا أعرفه. طيب إذن ننتقل للشريحة اللي بعدها إن شاء الله. يهمنا دائما قبل نشرح أي زمن أننا نعرف اللي يسمونه التايم لاين. مش معنى التايم لاين، الخط الزمني. الخط الزمني لكل زمن يفترض أنه يوضح لنا، يعني احنا جالسين نتكلم عن أي زمن، يعني لما نعبر عن أي جملة، هل احنا نعبر عن شيء حدث في الماضي أو شيء يحدث الآن أو شيء مثلا يتضح لنا أن هذا الزمن اللي هو simple present
وما يتحدث عن زمن ماضي ولا يتحدث عن مستقبل، هو يتحدث عن شيء يعني لاحظوا ما هو الآن يحدث بالضرورة، شيء حدث في الماضي ويحدث الآن ويحدث مستقبلا. طيب كيف نعبر عن هذا الشيء اللي يحدث؟ معناته هذا الزمن نعبر عن شيء يحدث بشكل روتيني، أوكي، أو على شكل مثلا يعني إنه يعني عادة هابت مثلا، أوكي، أشبه ب شيء يحدث بشكل روتيني، يعني ما هو بشكل مثلا مستمر. أوكي، إذا يعني نتكلم مثلا عن من الأشياء اللي نستخدمها في هذا الزمن لما نتكلم عن حقائق علمية تحدث كل يوم مثلا واقعية، مثل لما نقول الشمس تشرق كل صباح، هل نتكلم عن شيء حدث أمس فقط؟ لا، احنا نتكلم عن شيء حدث أمس واليوم وإن شاء الله سيحدث غدا. ففي هذه الحالة احنا نتكلم عن زمن مضارع بسيط. لما نتكلم عن حقائق علمية مثل لما نقول الماء يغلي عند درجة 100، عند 100 درجة مئوية مثلا، هذا الزمن هل نتكلم عن ماضي أو مستقبل؟ لا، احنا نتكلم عن شيء واقعي، حقيقة، فاكت، رياليتي. في هذه الحالة نستخدم زمن المضارع البسيط. لما تعبر عن روتين أنت تسويه كل يوم مثلا، والله أنا أكل 5 بيضات كل يوم، أنا أذهب إلى المسجد 5 مرات كل يوم، أنا مثلا يعني أزور أصدقائي كل، حتى لو كان مرة في الشهر، كل شهر مرة مثلا، أنا أسافر مثلا لجدة كل سنة. أوكي، هل نستخدم مضارع البسيط؟ لأن احنا ما نعبر عن شيء في الماضي ولا مستقبلي ولا شيء يحدث الآن، نعبر عن شيء روتيني، شيء يتكرر أو حقيقة أو واقع. فهذه فكرة الزمن المضارع البسيط. طبعا الآن راح نستعرض بعض التركيب لهذا الزمن. طبعا في كل زمن يهمنا يا اخوان نعرف شيء، اننا نتفق قبل ما نبدا في اي زمن ان راح نستخدم الضمائر. ما معنى الضمائر؟ البرونونز، ضمائر مثل باللغه العربيه نستخدم ضمائر اللي هو لازم نعرفها، هذه نكتبها على جنب، اوكي، اللي هي موجوده امامكم. لاحظوا الان في العمود الاول على اليسار موجود عندكم الأفيرماتيف، الجمل المثبتة. هنا الآن أول شيء أنا أسويه خصوصا للناس المبتدئين، أنا تمنيت أن يكون في ناس متواجدين الآن عشان نقيمهم، فإذا ما في أحد معناته العادة طبعا جرت أنه أكثر الناس اللي ماخذين المادة هذه يكون مستواهم جدا مبتدئ. فالضمائر اللي هنتكلم عنها يا أخوان، نتكلم عن مثل ضمائر يعني اللي تعبر عن المتكلم، مثل يقول I، الثانية you، he، she، it، we، and you للجمع اللي هي معناتها أنتم، you، and وأخيرا they. أوكي، إذا هذه أشياء مهمة، هذه في كل الأزمنة راح نطبقها. ليش نقول مهمة؟ لأن أحيانا الضمير، لاحظوا معي ركزوا، الضمير نفسه يغير في شكل الفعل. يعني تخيلوا نفس اللغة العربية لما نقول أنا أتكلم، لكن لما أقول هي، هل أقول أتكلم هي أتكلم؟ لا، أقول هي تتكلم، أوكي، هم يتكلمون مثلا، فهنا يفرق. فهذا نوع من الإشكال ونوع من الصعوبة خصوصا للشخص المبتدأ، أنه كيف يسوي الأجريمنت اللي يسمونه subject verb agreement، كيف الاتفاق بين الفاعل والفعل. لازم يكون، ولها بكثير، يعني ميزة اللغة الإنجليزية ما تقارن باللغة العربية أيضا، هي فقط دائما اللي تسبب إشكال 3 ضمائر اللي هي هي وشي وات، الضمير اللي تتحدث فيه عن الغائب third person singular s، دائما نضيفها مثلا third person singular، يعني معناته ضمير غائب المفرد، أوكي، حتى ما هو الجمع. لما تقول they ما عندك أي مشكلة، they ما في أي إشكالة مثل I، لكن المشكلة هي وشي وات، دائما هي وشي وات، هذه الثلاثة نحجز لهم مساحة خاصة ونتحدث فيهم بشكل خاص، وليس في كل الأزمنة، في بعض الأزمنة مثل
زمن الماضي البسيط مثل زمن المضارع البسيط اللي اليوم راح نتكلم عنه، أيضا في زمن المستمر. أوكي، عفوا، في المستمر وفي زمن المضارع البسيط فقط، ليس في الماضي. الماضي ما عندك أي إشكال في زمن الماضي البسيط، وراح نتكلم عنه إن شاء الله في حينه، أن مع جميع الضمائر ما في أي اختلاف. لكن على الأقل في زمن المضارع البسيط وزمن المضارع المستمر وزمن السيمبل باست اللي أمامنا الآن، اللي هو زمن المضارع البسيط والمضارع المستمر، هذا يكون فيه اختلاف بين الفعل، بين الضمائر هي وشي وإت وبقية الضمائر. طيب، خلينا نكون أكثر واقعية ونبدأ في بعض الأمثلة. طيب، أمامكم الآن الجمل المثبتة دائما. قلنا هنتكلم عن 3 أشياء، صح؟ أعطوها 3 أشياء أمامكم: affirmative، interrogative اللي هي السؤال، بعدين negative اللي هي الجمل المنفية. عادة نترك الأسئلة لآخر شيء، لكن في هالشريحة جت في يعني بينهم. طيب، خلونا نبدأ بالaffirmative، الجمل المثبتة. كيف نقول الجمل المثبتة؟ يقول I work، أنا أعمل. مثلا تقول I work at الإمام University، أنا أعمل في جامعة الإمام. okay. I work in a company، أعمل في شركة. هل أنا أتكلم عن شيء الآن يحدث بالضرورة؟ يعني لا، أنا الآن أشتغل. لا، هو فعلا أنت ما زلت تشتغل فيها، وهذا شيء حقيقة. كيف أنت تعبر باستخدام هذا الزمن؟ ننزل تحتها نقول you work، أنت تعمل. أيضا ما في أي اختلاف، لاحظوا you work أو I work نفس الشيء. الآن جينا للإشكال اللي هي he واللي تحتها she بعدين it. ثلاث هذه الضمائر دائما في الفعل في استخدام زمن المضارع البسيط. لاحظوا احنا ما زلنا نتكلم عن زمن مضارع بسيط، ما نتكلم عن أي زمن آخر. يعني لاحظوا ايش الفرق؟ الفرق ان الفعل اللي هو work اخذ في النهاية s، لاحظوها بالأزرق مكتوبة. فأقول he worked، she worked، it worked. ف all these verbs they have what we call the third personal singular s، اللي فعل الاس اللي ترتبط فقط بالضمير الغائب. اوكي، المفرد، ضمير غائب مفرد، يعني هو انا ضمير غائب مفرد، ما نتكلم عن شخص موجود امامي. او لو اقول هي، اوكي، تقدر تقول هي تشير الى شخص انت ما تشير عليه، تشير انه كانه غائب. اوكي، او it اوكي، it works. طيب، اذا هذه فقط المجال الاختلاف في زمن المضارع البسيط بالنسبه للجمل المثبته. بقيه الضمائر we، you and they they have the same thing as I you and yes and I and you. لاحظوا he we work you work and they work day and night. لما اقول they work day and night يعني يعملون في الليل والنهار. you work hard انت تعمل بجد. you work hard. we work every day نعمل كل يوم. اوكي، طيب كيف اعرف ان فعلا الزمن هذا سؤال مهم الان. كيف اعرف أن مثلا في الاختبار، مثلا كيف أعرف أن والله الأستاذ يريد مني أن نتحدث عن زمن المضارع البسيط؟ تعرفون الأسئلة كلها اختيارات، فكيف أعرف أنه هو يبغى زمن المضارع البسيط أو يبغى simple past؟ فيه بعض ما نسميه hints clues، يعني تلميحات أعطيك إياها في الجملة تثبت لك فعلا أني أبغاك تستخدم زمن المضارع البسيط. مثل لما أقول لك I، راح أكتبها الآن لكم في محادثات. لاحظ ركز، لما أقول I مثلا نقاط، خلينا نقول الفعل، بعطي لك بين قوسين اللي بيك تستخدمه to school every day. وين الكلمة اللي تدلك أن فعلا الزمن يدل على المضارع البسيط؟ طبعا الكلمة اللي تدلك كلمة every day. فبمجرد ما تشوف كلمة every day اني اقصد زمن يعني لا يتعلق بشيء يحدث الان، هو every day امس واليوم وبكرة، فهو كل يوم. ففي هالحالة
لما أضع بين قوسين go، فالمفترض أنك تكون الإجابة هي I go to school. Okay, I go to school every day. Okay. هذه من ضمن التلميحات، اني اعطي لك every day. ما هو مثل لما اعطي لك كلمة مثل كلمة now، لما اجي كلمة now لا، اختلف الزمن، راح تتحدث عن مستقبل. ومثل مثل لما نتحدث عن الزمن الماضي البسيط نقول yesterday، امس مثلا، او نقول last week، او نقول كل هذه الاشياء. فهذه كلها تلميحات فقط ان الزمن اللي ابغاك تستخدمه زمن المضارع البسيط. وراح أعطيكم الآن مثال آخر، مثل لما أقول he، مثلا بعدين أحطك بين قوسين study hard، أو نقول خلونا من study، خلونا نقول مثلا نقول طيب في نقطة مهمة يا أخوان، اللي هي ليست فقط ضمائر، أحيانا كل ضمير قد يقابل اسم proper noun، اسم علم. كيف اسم علم؟ مثلا ما أقول بدال هي أقول مثلا هي، أقول إيش تساوي مثلا علي مثلا، أو أي اسم من اسم ذكر. أوكي، مثلا she، مثلا أقول سارة، أو أي اسم أنثى. أوكي، it مثلا ممكن نجيب أي اسم مثلا، أو نوع حيوان مثلا أقول ذا كات. أوكي، طيب مثلها مثل يو أو they هم، أقدر أقول ذا ستودنت، الجمع ستودنت، هذه مثلها مثل they. أوكي، كيف مثلها مثل they؟ يعني مثلا لما تأتي كلمة أو تأتي ذا كات، خلاص الفعل اللي بعدها يأخذ اس، أقول ذا كات، the cat walk. لما أعطيك بين جملة، خلها على شكل سؤال، لما أقول لك ضع هذه walk to the kitchen every day، إذا يفترض أن الإجابة the cat walks بالأس، إذا هذه هي الإجابة. أوكي، طيب لما أقول ذا، أو أقول ذي، خلنا نقول ذي، they okay، بعدين خيارات wake up every morning at 6 a.m. هم يستيقظون كل صباح عند الساعة السادسة. فأقول الإجابة بدون أي إضافات، they wake up. okay، هذا الشكل. لنفترض أن هذا students، the students بمعنى الطلاب، read story every month، كل شهر يقرأون قصة. إجابة the student، نقول read. ليش ما قلنا read؟ ليش ما قلنا بالاس؟ لأن the student يقابلها في الضمائر they، كأنك تقول they read every month، they read a story every month، they read a book every weekend، every year كل سنة. ما يهم، ما يهم متى تحدث، كل سنة، كل 10 سنين، كل إن شاء الله 100 سنة، كل حتى بعض الظواهر الكونية التي تحدث، يقول لك كل 300 سنة أو كل 200 سنة تتكرر، تستخدم زمن المضارع البسيط. يظهر هذا الكوكب، أو يتلاقى هذا الكوكب مع الكوكب آخر، أو يحجب الرؤية عن الأرض كل مثلا 200 سنة، كل 100 سنة، ما يهم. okay، إذا يهم استخدام أنه هذا الشيء ليس فقط يحدث مرة، ما يهم الفجوة أو الجاب ما بين الحدث والآخر، استخدم زمن المضارع البسيط. نأخذ بعض الأمثلة الأخرى. لما أقول the baby، أنا بعطيكم الآن مثال، طبعاً في إشكالية هنا أيضا مهمة، كلمة cry every morning، يصيح كل صباح. هنا استخدم إيش؟ أقول the baby، هل أقول cry ولا أقول cries every morning؟ the baby أول شيء يقابل أي ضمير؟ يقابل ضمير، هل هو it ولا he ولا she ولا
لي قابلة إت، أوكي، فهو إت، فيفترض إن الفعل ياخذ إس، فنقول the baby cries every morning، الطفل أو الولد الصغير يبكي كل صبح. طيب وش اللي اختلف هنا الآن؟ لاحظوا هنا فقط طريقة كتابية وليست متعلقة بالنطق. لاحظوا الكلمة اللي تنتهي مثلا مثل cry، لما نكتبها بالاس ما نكتبها بالشكل هذا. لاحظوا هذه خطأ، هذه اكس، اوكي، هذه خطأ، رايت، هذه خطأ، اوكي. إذا كتبت cries إذا كانت الكلمة مكونة من مقطع واحد وتنتهي بالواي، كيف مقطع واحد قصيرة يعني، اوكي، فما نقلب الواي إلى اي اي اس، اوكي. مثل كلمة fly، لما أقول flies he flies هو يعني يطير، يعني بمعنى أنه يستخدم الطيران. He flies to Dubai every month. Okay. هو يطير إلى دبي أو يستخدم الطيران إلى دبي كل شهر. Okay. لاحظوا كيف كتبنا flies، أصلها F L Y، قلبناها ليش؟ لل الواي إلى اي اي اس، لأن الكلمة تنتهي بواي ومكونة من مقطع واحد. لو كانت مقطعين، لا مقطعين نضيف اس، اوكي. اوكي، الآن انتهينا من هذه الجمل المثبتة، ننتقل ل قبل ما نستخدم الأسئلة عشان نمشي على نسق معين ونكون consistent. نستخدم الجمل المنفية اللي negative sentences. بالنسبة للجمل المنفية اللي هي نفس الجملة أو كلمة اللفظة اللي عبرنا عنها الإثبات نبغى ننفيها، لما نقول أنا أعمل أبغى أنفيها بقول أنا لا أعمل، أوكي. فبدال ما أقول I work نستخدم نضيف don't، أوكي، نستخدم don't، أوكي. فهنا نضيف كلمة للتعبير عن النفي، فأقول I، ما تقول I no work. دائما متعلم اللغة في البداية، يعني في من الأخطاء الشائعة عندي يقول لك مثلا I بينفي I no work، في مثلا أجانب عندهم يقول أنا ما في شغل، خلاص كلمة ما فيه أصبح يستخدمها في كل زمان، هو ما فيه، هم ما فيه، كله نفس الشيء. لا هذا فيه خطأ، فيه ضعف، هو ممكن يفهم عليك لكن التركيب خاطئ. فصحيح في زمن المضارع، لاحظوا إنه ما زلنا نتكلم عن زمن، يعني النفي فقط تنفي شيء يعبر عن حقيقة أو حقيقة مغلوطة مثلا. كيف حقيقة مغلوطة؟ مثلا شخص يظنون إن هذا الشخص مثلا مثلا يظنون مثلا انه يكتب مقالة كل يوم، فنقول احنا نقول هو لا يكتب كل مقالة كل يوم، احنا نفينا زمن مضارع بسيط. ما احنا ما نتكلم عن زمن انك تقول شخص الان وش انت تسوي الان، ما نعبر عنه بزمن مضارع، بس نعبر هذا بزمن اخر راح اتكلم عن زمن مضارع مستمر، لكن ما زلنا نتكلم عن زمن مضارع بسيط. فنستخدم I don't أو I do not. I don't work at Imam. I don't work at Imam University. I work at King Saud University, for example. هذا بالنسبة للضمير I. مثل they, we, okay, you. كل هذه هذه نفس الشيء. تأخذ do. Okay, فأقول I don't. We راح اكتب لكم we don't study physics، نحن ما ندرس الفيزياء، اوكي. They don't or do not، هنغير الشكل بس هي اختصار، the abbreviation of do not don't. They do not speak English، اوكي.
لاحظوا ان نتكلم عن هذه الضمائر، بقي ايش؟ بقي دائما اللي تسوي لنا اشكال هي وشي. هنا الاشكال فقط، تعرفون في الجمل المثبتة قلنا هي وشي وات، كانت تأخذ ايش؟ تأخذ زمن، تأخذ اس مع الفعل. اوكي، الآن أصبح في النفي ما تأخذ دو تأخذ does. أقول he does not speak English. في الفعل أيضا في ملاحظة ثانية يا إخوان، إن استخدمنا الفعل بدون s. ليش؟ تخيلوا إن شفنا قلنا he does not speak، ما قلنا he does not speaks، ما أعطينا s. بينما في النفي في الإثبات نقول he speaks English، he speaks two languages. ايش معنى he speaks two languages؟ لاحظوا الجملة لاحظوا الجملة المثبتة، ايش قلنا he speaks English. الفرق؟ لاحظوا speak في الأولى والثانية. في الأولى اللي he doesn't ما فيها s، في الثانية فيها s. ليش؟ خلاص يقول لك does do، اللي هي أصلا do صارت s، زي ما تقول انتقلت من speak راحت لdo. أصبحت he does not. في النفي دائما يرجع الفعل للأساس. Okay، دائما always when we have a negative sentence then we have you to use the infinitive form, the present form. Okay، without any additions، بدون أي إضافات. Okay، so we say he does not speak, we don't speak, she doesn't speak, he doesn't speak, it doesn't walk. ما نقول it doesn't walk. Okay, so you have to say it doesn't walk. ما هي لا تمشي. It doesn't walk slowly. ما تمشي ببطء. It walks fast. تمشي بسرعة. Okay, so لاحظوا في الجمل منفية نشيل الاس من الفعل ونستخدم does مع he, she and it. Okay, بقية الضمائر ال I وال you وال they. Okay, كلها تأخذ do. فأقول I don't, we don't, they don't, okay, you don't, okay, you don't speak English. ما أقول you don't speak أيضا. Okay، فأقول you. طيب لو أقول مثلا سارة، هلا أعطيك كذا جملة كذا، أقول لك اختار speak. Okay، سارة speak، أعطيك الفعل اللي بغيت تقول speak مثلا two languages. هو حقيقة أن تتحدث لغتين. أقولها، أقول إذا الإجابة أقول سارة speaks، okay، two languages. لكن لما أبغى أنفيها فأقول سارة، okay، بعطيك إياها بهالشكل not speak two languages. كيف أقولها؟ هل أقول سارة not speak؟ لا، أقول سارة does not speak. لاحظوا بدون S، does not speak two languages. Okay، does not speak English, does not speak French, for example. Okay، إذن في النفي دائما استخدم do أو don't، do أو doesn't، عفوا doesn't أو don't على حسب الضمير، سواء كان الضمير من الضمائر المعروفة أو كان اسم proper noun. ما نستخدم أيضا في الفعل ما نستخدم s، فنقول we don't drive Mercedes. We don't go to our friends every day. We don't speak English. لكن لما أقول he، أقول he doesn't. He doesn't speak English. He doesn't go to school every day. He doesn't drive a car. He doesn't read a book every day. He doesn't speak French. Okay, he or she doesn't like she doesn't like her school مثلا، هي لا تحب مدرستها. She does not like، استخدمنا المضارع البسيط she doesn't like. إذا في التعبير أيضا عن ما يسمونه الأفعال psycho verbs، stative verbs، الأشياء اللي تمثل عن حب وكره ومشاعر أو أحاسيس، هذه دائما نستخدم زمن المضارع البسيط. فلما تقول أنا لا أفهم ما تقول مثلا، هذا أيضا state of verb. So you say
أنت جالس تعبر عن شيء، يعني تعبر عن واقع، أوكي، حقيقة متعلقة بك أنت. فتقول الجملة الخبرية مثلا، تقول I don't understand، أو تقول I understand، ما تقول I am understanding، أنا أفهم وما زلت أفهم كذا بشكل مستمر. ما تجي بعض الأفعال في هاي يسمونها non-action verbs. مش معنات non-action verbs؟ أفعال غير، زي ما تقول ما تقبل الديمومة. كيف ما تقبل الديمومة؟ مثل لما تقول أنا أحب، ما I love، ما تقول I am loving، أوكي؟ أنا ما تقبل الديمومة. لما تقول أنا نائم، ما راح أكتبها لك. مثل هذه الأفعال دائما تأخذ زمن المضارع البسيط، I love my husband for example. I love, I like, okay, I like ice cream. Okay. تلاحظوا ما قلنا I am liking. Okay, I understand. لما يقول شخص أنا أفهم، أنت تفهم، أنت جالس تفهم. لاحظوا عنده بالعربي يقول جالس تفهم، يعني شيء مستمر. لكنك حتى بالعربي نقول أنا أفهم، ما نقول أنا جالس أفهم. I understand. Okay. She understand. She understands everything. كل شيء ما شاء الله عليه. Okay. She understands. لاحظوا الاس وضعناها في نهاية الفعل. She understands everything I say. هي تفهم كل شيء أقوله. Okay. She is very smart and she understands everything I'm saying or I say. طيب. إذا هنا يعني تبين من خلال الجمل المنفية أن نستخدم don't أو doesn't. طيب بقي شيء أخير، اللي هو الجمل الأسئلة، كيف نصيغ الأسئلة. طيب بحيث أن هذه الأشياء الثلاث راح نركز عليها، لا ينبغي أن نقول شيء قبل، يعني ما نتكلم عن جزئية الأسئلة. في اللغة الإنجليزية أو في عادة في جميع اللغات، في نوعين من الأسئلة نسميه yes and no questions. سمعت yes and no questions؟ يعني أسئلة الإجابة عليها تكون بنعم أو لا. وفي نوع آخر يسمونه WH أو informative questions، أسئلة استعلامية. ليش سميناها WH questions؟ لأن ال WH questions يعني أسئلة استعلامية، ليست نعم ولا، الإجابة لا تكون نعم ولا، استعلامية، تكون عن مكان، عن زمان، عن شخص فاعل. مثلا نقول who أو where أو when، هذه لأن الأفعال دائما أو الكلمات تبدأ بال WH عادة. أوكي. أما هو تبدأ العكس مثلا، أو لكن عفوا how تبدأ عكس، لكن who مثلا where and when what، كل هذه WH questions، أسئلة استعلامية. بعضهم يسميها informative، راح أكتب لكم informative questions، أسئلة استعلامية. مثل نقول لك مثلا where does he live، أين يعيش؟ الإجابة تقول he lives in London. لاحظوا احنا lives، ليش ما قلنا live بدون اس؟ لان هي دائما في الزمن هذا تاخذ اس. في السؤال قلنا where does he live، شلنا ايضا الاس من السؤال. لاحظوا في السؤال وفي النفي، بمجرد ما تشوف does تشيل الاس من الفعل، خلاص does اخذت مقام او مكان او حلت محل الاس، فتعفيك عن الاس، فتقول where does he live، where does she live، where it live، where does it live. فتقول it أو he أو she lives in London أو she lives in Riyadh. Where does she work؟ when what time does the train leave؟ تقول what time، بمعنى what time يعني أي وقت. What time does the train leave؟ أي وقت يغادر القطار؟ الإجابة تقول the train leaves. لاحظوا نحط اس في الجمل المثبتة، لأن خلاص اتفقنا في الجمل المثبتة إذا كان هي أو شي أو إت يأخذ اس، فنقول the train leaves at 7 p.m. أوكي. أوكي، هذه أسئلة استعلامية. لكن الأسئلة اللي yes and no questions، الإجابة تكون نعم أو لا، فيقول لك do أو does، أقدمها فأقول do you work hard، هل أنت تعمل بجد؟ يقول لك yes
I do. Okay, yes, I do. ليس then. Yes, I do. Okay. لما أقول does she sleep early؟ هل هي تنوم بدري دائما؟ No, she doesn't. No, she doesn't. هي لا تنوم بدري. She sleeps. أنا أقول أزيد الكلام، أقول she sleeps late. هي تنام يعني تنام متأخرة. She sleeps late every day. So this is how we use the interrogative or the question form of the simple present tense. طيب الآن راح أعطيكم بعض الأمثلة يعني بالعربي، وأطلب يعني منكم تفكرون في ترجمتها. مثلا لما أقول أنا أو أنا لا أمشي كثيرا، كيف أقولها؟ هل أقول I don't ولا أقول I doesn't walk every day؟ الإجابة الصحيحة الأولى طبعا I don't walk. كيف أقول هي 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 لا هي لا تفهم هي لا تفهم كل ما أقول، okay، أو ما أقوله. أقول she، أقول don't أو doesn't understand what I say. هي لا تفهم، إذا نقول she doesn't. okay، إذا الإجابة صحيحة she doesn't، ما نقول she don't، خطأ. ما في شيء اسمه she don't، ولا في شيء اسمه he don't، ولا في شيء اسمه I don't. okay، طيب نأتي للسؤال الآن، نقول does she، okay، does she understand، هل هي تفهم؟ نعم. إذا السؤال نشيل الاس مثل النفي، okay، مثل doesn't نقول نشيل الاس من الفعل، نكتفي ب does. okay. من الأشياء المهمة أيضا وضعها إن شاء الله في المنتدى بعض الأمثلة. okay. هل ذكرنا في طريقة الكتابة، قلنا لما ينتهي الفعل بواي ويكون مقطع واحد فنقول نستخدم في كتابة I E S. okay. طيب بالنسبة لي دائما بعض الجمل تأتي ب مثلا بعض الأفعال، تعرفون مثلا نقول he has a book، لديه كتاب. كيف ننفي نقول ليس لديه كتاب؟ في النفي أيضا نستخدم does، فنقول he doesn't have a book. أكتب لكم مثلا نقول الإثبات he has a book بمعنى لديه كتاب. okay. في النفي نقول he doesn't have a book، ترجع ال has إلى have. قلنا دائما في النفي الفعل ما يكون مع s، يرجع للأساس. الأساس I have مثل I have a car for example. okay. في النفي أقول I don't have a car. okay. لما أقول she has a house، لديها منزل. النفي نقول she doesn't have a house. okay. لأن هذه كلها جمل طريقة النفي أيضا في he and بالنسبة ل have و has. طيب أيضا أنا الآن زي ما قلت لكم إن شاء الله راح أضع لكم رابط لبعض الصفحات المهمة في هذا الزمن، رابطين صفحات حاولوا تستفيدوا منها. ميزتها أن فيها شرائح، فيها يعني أمثلة لم يسعنا الوقت نتطرق إليها، فأنصحكم جميعا يعني بالبداية خصوصا للشخص المهتم باللغة الإنجليزية أنه يعني دائما يعرج ويكرر يعني استخدام المواقع الإلكترونية، فيها يعني جدا مفيدة بإمكانك تعتمد عليها. أيضا في اليوتيوب لو تستخدم زمن simple present tense تكتبه في اليوتيوب
وتشوف حلقة حلقتين، أنا متأكد تماما أن هذا الزمن إن شاء الله راح، وغيره من الأزمنة راح يكون بالنسبة لكم يعني زمن فعلا سهل، واستخدامه مع كثرة الاستخدام إن شاء الله راح يرسخ يعني في ذهنك. أوكي، أنا أنصحكم دائما في استخدام زي ما قلت لكم اليوتيوب وبعض المواقع. طيب، إذا كان في لدى أي شخص أي سؤال، زي ما قلت لكم بإمكان الاستفادة من المنتديات لعرض أسئلتكم، فقط يعني تكتب عنوان جديد منتدى، هو موجود منتدى المناقشة، دخول عليه تضع عنوان الثريد أو التوبيك الجديد بالسؤال اللي أنت تبغى تسأل عنه، وتطرح سؤالك، وإن شاء الله نتمكن جميعا من الإجابة عليه. أكرر بضرورة حضور محاضرات بإذن الله في التوقيت نفسه. الآن انتهت هذه المحاضرة ومضطر لإيقافها حتى بدء المحاضرة القادمة بإذن الله. دعواتي لكم بالتوفيق إن شاء الله، وإلى الملتقى في المحاضرة القادمة. شكرا لكم.